سعيدة. أهلا بكم في برنامج رحلة في مدينة. سنكتشف في هذه السلسلة من الحلقات مدنا مختلفة حول العالم. نخاطر من أجلكم، إننا نخاطر بالاقتراب من أقوى شلالات العالم، ونستكشف أغرب الأماكن. إنه أغرب مكان في حياتي. في هذه الحلقة سوف نحلق فوق برج إيفل، ونتعرف على طريقة عمله من الداخل، وسنكون على سطح أغلى الأسواق في العالم لنشاهد أجمل الإطلالات التي لم ترونها من قبل. نسافر أيضا إلى دولة عربية، لكن هذه المرة في وسط باريس، ونزور متاحف وأماكن شهيرة. هيا لنسافر سويا. نحن الآن في مطار برادنبرغ ببرلين، حيث يستقبل أكثر من 50 مليون مسافر سنويا. هذه الطائرة متجهة إلى مطار أورلي بباريس. الرجاء ربط الأحزمة. نستقل طائرة باتجاه العاصمة الفرنسية، ويصادفنا هذا المنظر الجميل على متن الطائرة. نهبط في مطار أورلي، وهو ثالث مطارات باريس، ويمر عبره أكثر من 25 مليون مسافر سنويا. تصادفنا هذه اللوحات الشهيرة في ممر الخروج، ونقطع تذكرة القطار باتجاه العاصمة من آلة التذاكر هذه. من على متن قطار أورلي نأخذ جولة سريعة حول المدينة. وبعد رحلة تستغرق حوالي 30 دقيقة نصل إلى المحطة، وتجد هنا بعض الأجهزة التي ترشدك على الطريق إن لم يكن بحوزتك خريطة للمدينة. نستقل حافلة نيلي كي تقلنا إلى برج إيفل الشهير، وعلى الطريق نشاهد البنايات الفرنسية القديمة والشبابيك الموزائيكية والأبراج العالية ونهر السين الذي دائما ما تشاهده في بعض مناطق المدينة. نصل إلى برج إيفل، حيث يعد من أشهر معالم العالم في الوقت الحاضر. وقد شيد هذا البرج غوستاف إيفل عام 1889، ويبلغ ارتفاعه 324 مترا، وفي أيام الصيف الساخن يتمدد 18 سنتيمترا، وعدد سلالمه تبلغ 1710 سلما، ووزنه يبلغ 10,000 طن من الحديد والمعدن. بعد الانتهاء من البرج العملاق وصفه الفرنسيون بالبرج التافه، وطالبوا بإزالته. في الحرب العالمية الثانية اجتاحت ألمانيا العاصمة الفرنسية باريس، وجاء هتلر وتصور أمام البرج، لكن لحسن الحظ لم يتضرر البرج بشكل مباشر، لأن هتلر كان يخطط لاستغلال برج إيفل في شيء ما، لذلك كانت الحرب تدور حول البرج. سيكون من المؤسف حقا لو تعرض هذا المعلم التاريخي لأي عمل تخريبي. هناك مصعد مزدوج لنقل الزوار، وقد شاهدنا طابورا طويلا في الانتظار للصعود. ومن لم يزر البرج في باريس كأنه لم يزر فرنسا. كانت فكرة إنشاء البرج بمناسبة مرور 100 عام على الثورة، وفي أقل من عامين شيد غوستاف إيفل البرج وفاز في مسابقات عالمية. وفي الساحة الرئيسية وقبل الوصول إلى البرج يتكاثر الباعة المتجولون، وأكثرهم من إفريقيا لبيع الرموز التذكارية، وهي أشكال للبرج وبصور وألوان مختلفة. يقع البرج على نهر السين، على الجانب الذي يضم أكثر متاحف باريس وأشهر بناياتها، وكذلك في الجانب الآخر
هناك منتزه جميل قرب البرج، ولحظات جميلة للتمتع بشموخ هذا البرج، والانطباع الجميل لفن التصميم لأكثر من قرن. سنعود إليه لاحقا في نهاية رحلتنا لنزوره ليلا ونراه في حلة أخرى. نخرج من برج إيفل ونشاهد في الشوارع سيارات تقوم بعمل دائم للتنظيف، أو رجلاً كهذا ينفض أوراق الأشجار المتساقطة من خريف باريس. نقف هنا أمام نقطة انتظار الحافلات ونشاهد أرقاماً وعداداً للدقائق. نأخذ حافلة جاغ ليزن ونتجه إلى أشهر محل لبيع الشوكولاتة. عندما يصنع الفرنسيون الشوكولاتة لا يستخدمون الدهون النباتية والحيوانية أو المصنوعات الأخرى، بل يجمعون عدة أنواع من حبوب الشوكولاتة بمهارة، مما يعطي الشوكولاتة طعماً مميزاً واستثنائياً. في الحقيقة أن طعم الشوكولاتة رهيب، لقد كنا نتوقع أن نجد حلويات عادية، لكننا نتذوق الآن أفضل الشوكولاتة في العالم. إنها مخلوطة بالكراميل ولا تلصق بأسنانك. مهما ستفعل في باريس يجب عليك حقا أن تجرب طعم الشوكولاتة الفرنسية، إنها حقا رائعة. تصدر فرنسا آلاف الأطنان سنويا لعدة دول حول العالم، وتنافس الشوكولاتة السويسرية لأنها أرخص قليلا، ويجدها الكثير بأنها رائعة. أترين إنها لا تلتصق بفمك، إنها شوكولاتة بالكراميل، لكن مع ذلك لا تلتصق، إنها مميزة فعلا. إن الخلطة رائعة ورطبة، وأفضل ما فيها حشوة الجوز، حشوة الجوز والكراميل، إنها ذو طعم رطب ورائع. نذهب إلى مترو الكونكورد ونجد هذا الجهاز الآلي الذي بإمكانك أن تشحن هاتفك المحمول منه، ونجد أيضا هذه السيدة وهي تغني داخل المترو. نستقل وسيلة نقل تنقلنا إلى أشهر ميادين باريس، ميدان الكونكورد، حيث يقع في نهاية شارع الشانزليزيه من ناحيته الشرقية، وتزينه مسلة مصرية ضخمة. وقد قام الفرنسيون بمجهودات كبيرة في الكشف عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، وقد أهدت مصر فرنسا مسلتين من مسلات الملك رمسيس الثاني في معبد الأقصر. يعتبر ميدان كونكورد اليوم قلب مركز العاصمة الفرنسية، ويضم العديد من المحال التجارية إلى جانب المطاعم والمقاهي ومتاجر التذكارات التي يستطيع فيها السياح الحصول على مجسمات وصور تذكارية للعديد من معالم مدينة باريس. نمشي مسافة كيلومترا ونصف ونجد قوس النصر. أول شيء ستلاحظه عند وصولك إلى قوس هي حركة المرور المجنونة، حيث يقع النصب التذكاري حرفيا في وسط الدوار. ربما تسأل نفسك كيف بإمكاني أن أصل إلى هناك. في الجزء العلوي من شارع الشانزليزيه ستجد مدخلا للمترو تحت الأرض، وسيقودك مباشرة إلى الجانب الآخر، وعندها ستصل إلى القوس الذي يقع على رأس طريق الشانزليزيه، وهو طريق مزين بالأشجار في ميدان تشارل ديغول، ميدان النجمة سابقا، وهو ملتقى 12 طريقا. بني القوس قبل 200 عام عندما وعد نابليون بونابرت جنوده بأنهم حال انتصارهم في المعركة سيعودون إلى باريس تحت قوس النصر، وتكون استراحتهم فوق الحقول السماوية التي كانت أمام القوس. صمم قوس النصر جان فرانسيسكو شالكرين،
ويعد هذا القوس اليوم رمزاً للنصر، والرسومات والمنحوتات على هذا القوس وجوانبه تعود لمعركة ومآثر الحروب الفرنسية ونابليون بونابرت. ننزل أسفل القوس وهو شديد الظلمة، ونجد هذا الرجل يعزف موسيقى فرنسية، فعادة ما تجد هؤلاء العازفين على جنبات الطريق. بعد الفاصل سنزور اليمن في قلب باريس، وسنشاهد أحد أجمل الإطلالات في العالم، وأيضا ستشاهدون أغرب معرض إسلامي. انتظرونا. نعود إليكم ونمر من خلال شارع الشانزليزيه، وهو كذلك من أرقى وأفخم الشوارع السياحية والتجارية في العالم. توجد بالشانزليزيه أرقى المحلات التجارية العالمية والمطاعم الراقية، كما تكثر فيه المقاهي على جنبات الرصيف، أو بإمكانك اقتناء بعض هذه التحف الصغيرة. نمر عبر هذا الشارع وندخل متحفاً يمنياً مصغراً على هيئة مطعم، حيث تشعر بأنك داخل اليمن ببنائه الداخلي وبعض المقتنيات التراثية كالجنبية والقمريات ودار الحجر، وحتى باب اليمن الشهير موجود هنا في المنتصف. هو تسويق للثقافة مش بس للمطبخ اليمني، هو تسويق للفن اليمني والتراث اليمني والمطبخ اليمني والحضارة اليمنية. احنا بنسوق للهوية اليمنية بمختلف توجهاتها، يعني الأجواء عربية خالصة عندنا، طبيعة الجو عربي، أيضا هناك زوار أجانب بيزورونا مع أصدقائهم العرب، منبهرين بثقافة المطبخ اليمني، منبهرين بالديكور، بالفن، بالحضارة، بالتراث اللي بنقدمه. العميل وقت زيارته لنا هو بيشعر إنه عمل رحلة سياحية للجزيرة العربية ولليمن تحديدا، يعني هذا الانطباع اللي بيظل عالق في أذهان الناس بعد خروجهم من المطعم. رمضان أكيد حيكون في منيو خاص بإفطار رمضان، نفس سفرة الإفطار اليمنية موجودة هنا في قلب باريس. من الجميل أن تجد أجواء عربية خالصة في قلب مدينة أوروبية، حيث كل من تابك حنين إلى البلاد العربية تأتي إلى مثل هذه الأماكن لتعيش حالة انتقال عبر الزمن والمكان. نستكمل طريقنا ونجد بالقرب من قصر غارني سوق لافيتي، وهو أحد أغلى الأسواق المغلقة في العالم على الإطلاق. بديكوره الفخم هذا يقع على سطحه أحد أجمل الإطلالات في باريس. نغادر هذه الإطلالة ونذهب إلى الأماكن الإسلامية الجميلة ونزور معهد ثقافات الإسلام، وهو مؤسسة ثقافية فرنسية تابعة لبلدية باريس في حي كودور في الدائرة 18 في باريس، يهتم بالثقافات المعاصرة للعالم الإسلامي. بدأت فكرته في عام 2005، وتم افتتاح البناء الثاني والأخير في عام 2013، وهو بمساحة 1400 متر مربع. يولي المعهد اهتماماً خاصاً للفن المعاصر، بما في ذلك فنون الأداء والأدب والرسم والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى تنظيم ورشات عمل وعروض مسرحية وسينمائية ورحلات للأطفال والعائلات والمدارس. ويقع المعهد في منطقة شعبية تضم أحياء كودور وبرباس،
ذات الغالبية العربية والمسلمة في الدائرة 18 بباريس. يذكر أن صاحب فكرة إنشاء معهد ثقافات الإسلام هو بيرتران دولانوية، رئيس بلدية باريس سابقاً، المولود في بنزرت التونسية وعشق ثقافة أهلها، فتولد بحثه في باريس عن فضاء تتفاعل فيه الثقافات الإسلامية المتعددة مع الفرنسية، ليس للمسلمين فقط بل للجميع، ليتقربوا من الثقافات الإسلامية ويتفاعلوا معها. ويتمحور المعرض حول السرقات الفنية والأثرية في 2003 عقب الاجتياح الأمريكي للعراق ومبادرة بعض الفنانين لإحياء تلك الأعمال بنماذج منحوتة وصور تحاكي الأصل لإعادة بناء بعض ما دمرته الحرب في التراث الثقافي للعراق. نغادر المعهد ونصادف في طريقنا مهندسين من بلدية باريس يقومون بتعريض الأسفلت للنار، وهي عملية تسمى باختبار نقطة الرميض للأسفلت، حيث يعرضونه لحرارة عالية لاختبار كفاءته. تغرب شمس باريس ويضيء برج إيفل بالألوان الذهبية التي تتألق لمدة 5 دقائق كاملة، مما يتطلب 40 كيلومترا من المجموعات المضيئة وما يقرب من 20,000 من مصابيح الليد حتى يصبح هذا المزار السياحي متوهجا بأنواره وينشر هذا الكم من الأضواء. وأفضل مكان لرؤية هذا العرض هو من بالاس دو. سيداتي سادتي، استعدوا لدخول هذا البرج. هناك ما يقرب من 300 موقع مضيء في باريس، وتشمل هذه المواقع الفنادق والكنائس والتماثيل والنوافير والمباني والآثار الوطنية، بالإضافة إلى ذلك هناك 33 جسرا يضيء في الليل. نغادر باريس ونصل معها إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في المدينة القادمة التي ولد فيها الموسيقي الشهير موزارت. هل عرفتموها؟ إلى اللقاء.